ما كانت سريعة ولا ما كانت ولا سريعة خفيفة؟ اليوم، ازاي لا خفيفة؟ خفيفة. منوعة؟ طيب إذا مشاهدينا، لطالما يسعى الأهل إلى تنمية القدرات الفكرية والإبداعية لأطفالهم فهي بمثابة مفتاح النجاح الذي يضعهم في مرتبة الريادة مستقبلا. وفي سبيل تحقيق ذلك هنالك بعض الخطوات التي تساعد على تنمية ذكاء الطفل، نتعرف عليها من خلال هذا التقرير الذي أعدته لنا الزميلة عبير النقبي، ولنعود. لا شك أن كل عائلة تتمنى أن يكون ابنها ذكيا ومتمتع بجميع المهارات اللغوية والاجتماعية والدراسية والعملية، وأن يكون ذكيا في كل تعاملاته. فبالرغم أن الذكاء بالدرجة الأولى يتعلق بالوراثة والجينات، إلا أن هناك جزء من الذكاء يكون مكتسبا. طفل بيقعد 9 شهور في بطن الأم، ودي أكبر فترة بيحصل فيها نمو للمخ بتاع الطفل، والفترة دي أي حاجة الأم بتاكلها أو بتشربها بيوصل الطفل بيشارك معها، حتى بيشارك في الهرمونات بتاع الأم. فالفترة دي فترة حساسة جدا 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 لنمو الطفل وقدراته بعد كده في التعليم. طبعا الأم لو عندها أي مشكلة، مثلا نقص بعض الفيتامينات زي مثلا حاجة اسمه فوليك أسيد، ده بيأثر على الجهاز العصبي. لو نقص عندها الحديد وأنيميا بيأثر على الجهاز العصبي والنمو بتاع المخ بتاع الطفل. التغذية بتاع الأم مهمة جدا 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 في نمو العقل، خصوصا الحاجات اللي فيها أوميجا 3 والحاجات اللي المهمة للنمو. تختلف مستويات الذكاء عند الأطفال وتعدد درجاته، ولكن من الممكن لكل أم أن تقوم بتنمية مستوى الذكاء عند طفلها، وذلك باتباع بعض الخطوات الآتية كقراءة القصص والرسم والقيام ببعض التمارين الرياضية وغيرها من الأنشطة. الأم لازم تتكلم معاه. بتشوفي حضرتك فرق بين أم والتانية، إن الأم بتخاطب ابنها وبتغير في التون بتاعها عالي وواطي وبعض الألفاظ وبعض الحروف، وده مهم جدا إنه بينمو القدرة العقلية بتاع الطفل. بعد كده برضو يقولوا عليه السمارت ريسبونس، إنه خلاص الطفل ممكن يحاول يتفاعل مع الأم وبعدين يلاقي الأم مفيش مشغولة عنه. لو لما يحب يتفاعل معاه لازم يتفاعل معاه، وده بينمو برضو القدرة العقلية بتاعته. لازم نلعب مع الطفل، وفي الأول حتى الأم تقدر تلعب مع الطفل بإن هي تقلد الاكسبريشنز بتاعه، إذا كان بيكشر، إذا كان بيضحك، إذا كان بتعمل زيه، فده بتعكس الانفعالات والطفل يبتدي يقلدها. بالإضافة إلى رعاية التغذية، التغذية المتكاملة اللي هي مهمة، الطفل بيحتاج إنه ينموها عن طريق إنه بيشارك في فعاليات، بيشارك في ألعاب، دي كلها حاجات مهمة بتنمو عنه القدرة العقلية بتاعته. احرص على تنمية الفضول عند الأبناء وزيادة حبهم للتدريب واكتشاف المعلومات وتنمية روح المغامرة لديهم، فهذا يساعدهم فيما بعد على تنمية ذكائهم بشكل واسع.